دكتور بويزين ساسر سين ايضا شجع نغسيد نانيش زكاة الفطر هل يلق يعني غتي سوفا غيون قوس انا كيني كايم زوران رمضان غتي جنمي تسكارا انا ما سوفا دي سوفر انا غير لقات سوفا دي سورديين ثم زواروس زكاة الفطر مفروضة غيكو فلنا مرة اما في قاذي الزمن اما في قاذي نظام رسال العذر والذي قرذان يعني يون ميلي سان قرذ ذا قرار مشطوح هذه سفق في اللاس نغو قاذي لندو قخام يثوشولت غاس رزومنا رسان العذر إلى قد أسفاق في اللاس زكاة الفطر سان سين نمر يا إما بعلة الصيام يعني مدام ثل العلة رمضان الشمد يجوز فلاد ماسي السفغ سي البداية بوكو رمضان ذي الفقه الإسلامي لا شياكي إلا لا الفتوى ياكي إذا ماسي السفغ فنادم ذي تنصفي ثكا رمضان ذاغ يلها ماسي السفغ يومين ثلث أيام قبل العيد خاطر النبي صلى الله عليه وسلم يناد وغنوهم عن السؤال في هذا اليوم باش يمذانا ياكل ما لن ياك يقلي لنا الفقراء اسنكسا غفل اسعدينا كل عيد ذي لهنا ذي ثالويث اكن ملان انسعدي كل عيد ذي لهنا ذي ثالويث اغنوهم عن السؤال في هذا اليوم يومين يومان او ثلاث ايام قبل يعني قبل العيد يكون اخراج زكاة الفطر مع الظروف كين تسيدير الظروف كين تسيدير كثورة طناقين كورونا فذم ساث خوصة تصل لهمومي قلان يجوز فناد ما تيسوفغ ثورة كذي الوقت هكذا رمضان قبل ديك فور رمضان دعوني مغفان يرنا الغاشي الله يباك لانو قال تيسوفغ ميك في رمضان لانو قال تيسوفغ تلمس رمضان ويلا تيسوفغ لي ثيجرا رمضان صافي الله يبارك معنى كي الخير يلا اقول رمضان كامل معنى حتى العمل بهذا الآراء الفقهية المختلفة في الحقيقة في فائدة كبيرة جدا خاصة في هذه الظروف الصعبة معنى باش يكون ضمان وتأمين للفقراء والمساكين باش ما يكونش عندهم أزمة خاصة في هذا الشهر الفضيل ويوم عيد الفطر المبارك فغادينيغ يكوي مذانا يعني ثورا لا نوكادي السفغن سفغن زكاة السن في الفطر واسمي في دار رمضان لين يجوز دكتور بويزي ماذا زعما يونتهاش داخل توشول تاكا كيس عاي مس دافاس تزامن يدس انت هذه السفغن في مس دافاس نو دافاس هذه السفغن في اللاسن ذاكي ما يسفغ يونا في مانيس لين يجوز ما الا ذوين تصرفني يعني مصرفني بخام انت وشولت هذه السفغة في مانيس في عقالا يقلن تحت كفالته يوك يعقلن يقلن دول كفالة يعني ينس ذن سيد المسؤول في اللسان أما كن يسوي يسن دل قوس تسيذيرني يسيك قسان وياض ذن سا أري السفغن زكاة الفطر في اللسان ماذا سقسي ويسين حجبة مثل ما يجوز تسفغ كذي سفر يعني من غالب قوت أهل البلد نغاتي سفغ نقدا كلاهما صحيح يزمر بنادم يجوز باش تسفغ من غالب قوت أهل البلد ذي سفغ ذي رذن ذي سميث كذا ذي القوت نفس أماكن يجوز أتي السفغ ذا ذريم ذا ذريم ذا الفتوى إلا ذي شرع في دهضرا العلماء نغيم قرانان أما ذي مزورة من سلفنا وعمر بن عبد العزيز والإمام البخاري يعني أطاس يعني العلماء يديفثن بالجواز لأنه سنقد ما تنسفغ سالقيمة هذا ذي زمان كنت سيدير ذي الوقت كنت سيدير أفضل أي غير أفضل خاطر ما إلا أدن تصور كان يجلي نفكايس إيرذن في مزين نفكايس السميد نتشورا سا خميس السميد نتسامتشي السميد كان يحواج تحوجي سوفا النظام يحواجين النظام
يحوج ديال اللبسة والرويس يحوج ديال القوث النظام يحوج دي ذوي ديال دواء يحوج ثقة ذاكي ماشي السميذة ديال دواء ماشي السميذة ديال القش والرويس هذا عقدنا من 200 صافي ما يلي سفغيت نقدا أي خير أي غر باش أدسنفعني إمغفان أكثر إزمرا دينيون إن كان السفر كان السميد يجوز وين السفر من غالب قوت أهل البلد السفر غير ذن السميد يجوز وين السفر نقدا سذريمت يجوز والفقير ننسع وراء يكمل ونمسحر السفر لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ربي ذي الحنين ذي الكريم ذي الرحمن ذي الرحيم وين زمرن أتي السفر إلى قفل تظليثن العيد نعم مولاش السغى لكن دينا وش بيحنا نبي صلى الله عليه وسلم صدقة من الصدقات نعم نعم دكتور بويزري انت لو انت عايش عند المراكز كي الاسعاف المراه هيك اللي في كذا كي ما تدو انت السوفان تزاكت انت تعيش كاع راس انت كان ام هي السوفان تزاكت كي مثل تلاقي راس انت حاشي وكان يتخدم الباقي خاطي اس ام هي تخدمت ام هي السوفان تزاكت كاع راس انت زكات الفت واش هذا دي رمضان صنت جالس انت قلت عشان كذا المراكز هذه والمؤسسات هذه الاجتماعيه زمر جالس انت يفسف كثايض عادي لانه سبحان الله من مقاصد الزكاه تجي باش ان تعلمك في العطاء سبحان الله كلنا حتى الفقير صدف كين الزكاه وتنسى غير يجوز يسفر الزكاه تنسى نفس المال يعني. نعم نفس المال لانه تملكه خاطر ما صدف كين زكاه الفطر يغلي سفيت تكشم ذي الملكية ينس مادام تكشم ذي الملكية ينس هذه السفر ما يزمر ثور ما ولا نسى الزكاة تي تكشمن ذي قد كان يمانيس ذي نور السفر وفي كل فرر رب سبحانه ولكن ما إلا إزاد فلس الخير يجوز باش ذي السفر سي الزكاة الفطر يزد فكان نسى ذي السفر الفقراء ها في حواج أكثر يسد ذي المراكز الزمر ثاغ أسفكي ثاغ ما كان زمر فكان خارج المركز نعم داغي جوز خاطر لاندي المركز يسعى نساوي يعني الحاجة بوكيوك مضمونة ثوك ميشتبا ربي مثل قوثة ما في السنة قطاسة كالمراكز يعني نزرا داغ نزرا وقاذي زرا وناند الله يبارك يعون فلسن الخير ما شاء الله الحمد لله مازال أهل الخير وكذا لذلك مادام نثني وشو سني خصنا نولي داغ وياض كنا ماذا بك يعني نسعديك وما رمضان اكي ذي لهنا اما ذي العيد نسعديك ذي ليسر